جهود كبيرة تبذلها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فعلى مدار السنوات الأخيرة الماضية اتخذت الدولة خطوات حثيثة للتوسع في برامج الدعم والحماية وتطوير المناطق غير الآمنة. فمن أجل بناء الإنسان والتصدي للفقر جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس السيسي مطلع عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. وفي سبيل دعم الأسر التي تعاني من الفقر، حققت مصر تقدماً كبيراً في وضع أسس برنامج للدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي أطلق عام 2015، ويدور محور تركيز التكافل حول الأسرة، بينما يركز المحور الآخر كرامة على الأفراد، ويقوم بتقديم الدعم النقدي غير المشروط إلى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة التي تحولهم عن العمل. وفي مجال دعم الغذاء تواصل الدولة جهودها لتقديم دعم سلعي غذائي وغير غذائي من خلال 23 مليون بطاقة تموين يستفيد من خلالهم 64 مليون مواطن عبر شبكة واسعة من منافذ التوزيع العامة والخاصة. أما في قطاع التأمينات الاجتماعية فقد تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات والمساهمات على نحو أسمى من أجل توفير بعض الحماية لأصحاب المعاشات الذين ينتمون إلى الطبقات الأفقر، بالإضافة لتقديم المعاشات الاستثنائية. ومن أجل التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة المعيلة، دشنت الدولة مبادرة المشروعات متناهية الصغر في مارس 2017 لتوفر مصدر دخل كريم للمواطن. ولأن صحة الإنسان أساس بنائه، أطلق الرئيس السيسي عدداً من المبادرات في هذا الشأن تتصدرها مبادرة 100 مليون صحة. أما عن تطوير المناطق غير الآمنة، فمنذ عام 2014 استفاد 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة، والتي بلغ عددها 357 منطقة ب25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار. وعلى صعيد المناطق غير المخططة، من المقرر أن تنتهي مصر من الأسواق والمناطق غير المخططة عام 2030 بتكلفة تصل إلى 318 مليار جنيه. إلى ذلك تمضي الدولة لتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، ليظل الاستثمار في البشر عنوان قاطرة التنمية ورفعة الأمم.